رزان جمال وجه لفت الانتباه مؤخرا بشكل كبير. صحيح ان هي بدأت ادوارها من مسلسلات او افلام امريكاني وفرنساوي، شاركت بعضها في مهرجانات وبعضها عرضت على منصات، انما كانت البداية من هناك. اول مرة المشاهد العربي يلتفت لها كان لما قدمت دور ماجي في مسلسل ما وراء الطبيعة. فاكرين دكتورة ماجي اللي كانت بتتكلم باللكنة الاسكتلندية المميزة، حبيبة دكتور رفعت اسماعيل؟ هي دي رزان. ومن يومها مجموعة كبيرة من المخرجين وصناع الدراما في الوطن العربي حاسين ان هي حصان رابح. مروان حامد اسند لها دور في فيلمه الكبير كيرة والجن، وكمان كان حضور مميز جدا، ومؤخرا مع باسل خياط في مسلسل الثمن. رزان جمال واخده شغلانتها بجديه، جديه بتبان في ادائها ايا كان الدور اللي اسند اليها باي لغه كانت. الفنانه اللبنانيه رزان جمال. انا اسمي كارلا تشيفتشينكو، انا مرات رامي وسلفه سامي وعديله اميره، وانا بقالي 15 سنه عايشه في مصر، ولا مؤاخذة أنا مصرية أكتر من الفول الحراتي. ممكن أدخل؟ في أحكيك بشي؟ أنت مريض، روح تعالج. Are you sure؟ لا أريد أحد يعرف أني أنا هنا، أنا هاربة. I still don't know your name. You're not a ghost. You're a dream. But I don't think you are here to catch up. تأخرت لتخلص حفيدك، تأخرت كتير. بعد عندك حياة طويلة وحلوة قدامك. I needed to go somewhere far. وليش بعده عم بتدخل بحياتي هيدا؟ ما حدا طلب منه شيء. لو ما كنت مجبورة ما كنت جيت. That's really all I can hear to say. خايفة إنك تخاف. في كتير ناس هيك. مغامرات بدون قلب. دي أكيد هلوسينيشن. No, eventually. I have to wake up. وليك كل ده بيحصل. يكفي زل بقى. أنت عارف I hate goodbyes. بشوفك قريباً. رزان هلو. رزان اهلا بك يا رزان، سعيده بوجودك. انا المبسوطه عن جد. اول حاجه يعني لو هتكلم عن نفسي، اول حاجه لفتتنا او لفتتني في رزان جمال ليس فقط جمالها، ليس فقط حضورها، انما الجديه اللي انت واخده بيها شغلتك في كل الادوار اللي شفتها لك ايا كانت اللغه، كان واضح جديه كبيره جدا. انت واحده داخله الشغلانه بجد عن جد. بتصور هيدا من ورا امي قد ما شجعتني من انا وصغيره. اهم شيء بالنسبه لك انت تدرسي، فوت تدرسي. كانت قاسيه مع امي، كانت tough love. ما كان في حبيب تقبليني رح نعمل لك نغنجك، لا كان فيها لفوت ادرسي. فهي عودتني على الجدية، انه لا لازم اخذ كل شيء جدي، لازم اشتغل، لازم يكون عندي علامات منيحه. فقلبت نيرد، فبنفس الطريقه بعيل الشغله. يعني كل ما بيجيني دور بلف شعراتي، يلا كيف بدنا نبلش هالدور؟ يلا وبلش، يلا نبتدي، يلا نبتدي. غريب يا رزان انه ابتديتي التمثيل بره مش جوه، لا عربي ولا لبناني ولا مصري ولا اي حاجه. لا بتعرفي لانه نحن بلبنان، يعني ماما خلطه، وماما اختربت على فرنسا لما كان في الحرب بلبنان، بعدين بابا بريطاني، يعني هو لبناني بريطاني، عايش بريطانيا كبر هنيك. فكنت احكي انجليزي مع بيي وفرنساوي مع امي، ما كنت احكي عربي، كنت احكي عربي مكسر. تاني مامتك لبنانيه انجليزيه؟ لا ماما هي مثل كارلا، ربع روماني، ربع تركي، ربع فلسطيني، وربع فرنسي. لا لا مامي. لا قبل ما نروح لبابا، الرباع دي جت ازاي؟ اوكي انت جاهزه؟ جاهزه. لا انا طويله. اوكي جدي من ميله مام، اوكي امه رومانيه وبيو تركي. اوكي وستي بيها فلسطيني وامها فرنسويه. قصه طويله يعني، هن تعرفوا كمان، هو كان بفلسطين
هو مين، الجد ولا الاب؟ الجد تبع ست، لا بي ستي بي ستلك طويل القصه يعني قلتلك بدها نفر. بعتوه قصه كثير حلوه، بعتوه لانه قد ما كان شاطر من فلسطين على انجلترا وجريت جراندمذر تبعيتي يعني ام جدتي بعتوها من فرنسا على لندن، وتعرفوا بالمحل الوحيد الناس المغتربين هنيك، بتعرفوا على بعض وانغرموا وحبوا بعض. يعني كله حب، دجيل ايام الحرب العالميه بقى exactly. ولا ايه؟ صح، لانه مات بيا وهي كانت بيانست، بعتوها على مدرسه مخصصه للبيانست على لندن، وهو لانه كان بعتوه على كامبريدج، وتعرفوا على بعض على الكلب الوحيد يلي الناس المغتربه بلندن بيروحوا عليها. فانغرموا، وهي قصه حب وحده. يعني في قصة تانية انه التركي والروماني كمان هنك اجوا من رومانيا، كانوا رايحين على امريكا بس مرقوا بلبنان وروحوا البوت تبعهم فبقيوا بلبنان، وهو كان بسوريا بالتركي يعني عرفتي لما سوريا الكبرى، بعدين قرروا يقعدوا بلبنان، كانوا على الترامواي عم بيمشوا شافوا بعض انغرموا تجوزوا. قديه حلوة هالقصة، دي حواديت احلى ما يكون، دي مسلسل، دي مسلسل تركي، انا عايزة مسلسل تركي هو عن جد مسلسل، ده مسلسل تركي. جوزوا فمام خلطة وتعلمت انه هي راحت على مدرسة فرنسوية وحكيت فرنساوي، وبابا خلق بافريقيا وربي بانجلترا، يعني خلق بنيجيريا وهو وربي بانجلترا، وبعدين رجع على لبنان وعيش بمصر على فكرة، وماما عاشت بمصر معه كمان بعدين، وتجوزوا بمصر على فكرة باسكندريه. يعني احنا جغرافيا جزء من القصه كمان. ايه اه أكيد. يعني عرفوا بعض هنا باباكي ومامتك؟ ايه لانه هي كمان اهلها اجوا عايشوا هون، واهله لهلو اجوا عايشوا هون، وما حدا قال لي على فكره ما حدا قال لي حتى انا لما كان. طب طب زي ما بيقولوا انت يعني قادرة افهم الثراء او في حاجه ريتش جدا ثريه جواكي في تكوينك، بس انت بقى بتشوفي نفسك ايه؟ يعني انت بتحس انت فين في دول كلهم؟ أنا كل شيء وماشي بنفس الوقت، يعني أنا كتير فخورة أني أكون عربية، بس كمان عشت بكل أنحاء العالم، فوين ما بروح باخد الأشياء الحلوة من كل ثقافة اللي بعيش فيها، بس لا عندي شوي من اثنين، يعني ما بقدر أقول أن أنا بس هيك أو بس هيك يعني. فكان منطقي وجودك في إنجلترا وأنت بتدرسي أنه أنه تبتدي حياتك أو تبتدي طرق الأبواب لإنتاجات عالمية، لأنه كنت أحضر الأفلام الأمريكية، لأنه بلبنان ما كنت أحكي كتير عربي، لأنه كانوا يتسألوا علي أنه أنا ما بحكي عربي منيح، العربي يغلسوا عليك كتير، فمن كتت ما تسألوا علي وابكي وابكي عيط عيط عيط، وقلها لماما بليز بليز ماما بدي احكي عربي، تقول لي لا لازم لازم بالعكس، وانا كنت كتير حب العربي. ليه كنت بتتكلم عربي ازاي يا رزان؟ يعني انه مثل ما بحكي هلا، بس انه اكيد بعمل شوي اغلاط يعني مثل هلا كمان، بس احسن تحسنت كتير. بس يعني كانه هيك الناس بتتساءل، يعني انا حدا قدامي مثلا بتساءل بتغلبط بالفرنساوي او بالانجليزي ما بتساءل عليه، بصلحه بمحبه، بس في ناس شوف ايش انا كيف بتريقوا عليك، يعني كنت ولد فوقفت، يعني كل ما كان لازم اطلع على هيك بالصف واحكي بالعربي ما اقدر احكي انه بليز كان بدي موت، كان عندي انزايتيز. طب ما انا فهمت انت شطوره جدا زي ما قلتي النيرد، يعني انت مجتهده جدا وبتذاكري جدا، بتلاقي كان عندك مشكله اجتماعيه ان انت تواجهي الناس وتتكلمي في المدرسه وكده؟ بس بالعربي لانه كنت كتير ضعيفه وما كان عندي طريقه، مثلا عملت مسرح، عملت لعبت رياضه، عملت كل شط فوائد بكل شيء، بس بهالشغله قررت انه اخذ اسبانيول بدل العربي، فانا كل حياتي كان حلمي على العالمية، انه انا بدي اروح لبرا، انا بدي اروح على هوليوود، انا بدي اظهر لبرا. ولما ظهرت لبرا اجتني الفرصة بالصدفة انه انا ارجع على مصر، انا ما خططتها وبحياتي ما خططت شيء عن جد، يعني حتى هالتاتو عملته كان عمري 20 سنة، هيدا مفتاح الحياة. صح، وانا عندي حلقة بلبسها مفتاح الحياة، حتى لما عملتها ولا واحد من اهلي قال لي انه نحن عشنا بمصر، نحن تجوزنا بمصر، نحن عنا عائلة بمصر، انا لقيت حالي جاية على مصر، وبعد ما جيت وصورت وحققت نجاح قالوا لي بتعرفي على فكره نسيت اقول لك ده تو ما افتكرته، يعني ازاي ما حدا قال لي ديستني، في قدر، في حاجات كتير، وفي شيء بحسه لما بيجي على مصر مختلف، يعني في الانرجي مش طبيعيه، في شيء ما ورق الطبيعي، يعني في شيء عن جد مش طبيعي لما بيجي على مصر. ربنا يخليكم والله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.